السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اكل خنزك ندخرو حيدا واحد. شحال هادي ما لبست لكم الكراطافه والكوستيمه؟ شحال هادي؟ المهم كيف القاعده، صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصلوا الفيديو 20000 لايك بلا ما نطولوا في الهضره، نبداو. نجحنا بشهاده العالم، نجحنا بشهاده التاريخ، نجحنا بشهاده الارقام والخبراء، نجحنا بنجاح بنجات اعتابوا. اكون كيهربوا لي هاد الصاد هذا. فاش يلا كتعرف صاحبك؟ دخل اخي ربيع، دخل كيدخلوا كيما تراه. دخل صافي، انا نوقف هنا. خليني زيد صافي صافي. ومن بعد نهار ادعي لي دابا تقال لوالد، ادعي لي دابا تقال لوالد. فين اخي نبيل؟ كيدير بخير خالتي، كيدير بخير، كلشي مزيان. خويا نبيل خوك هذا راه ماشي راجل، بغيت نجيك راه من الاخر نديرو مع البيت. هذا فكرني غير في الكاميرامان وبدر. الناس اللي مرضين بالسرطان كنتمنى من الله يشافيكم، وكنتمنى منكم تدعوا معاهم في الكومنتات. اللهم إن كان سحرا فأبطله، وراء كل بنت مقلقة ولد ما عارف راسو اش دار اصلا. هذه كتوقع الناس اللي مصاحبي شي درية في عاشوراء. عاشوري عاشوري دليت عليك شعوري، شعرك داير بحال الكردة صلي لقالك. الله العظيم كاين شي بنات عاتين شعرهم داير كي شيكس ومازال كتطلقو بدا تحيرك زن طن 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 طن. صافي تاي زوين ياك، يا ربي ما تشتنيش كوبي رايت. هذا الفيديو غادي تشوفوا الخدمه ديال لي زانفليونسور يعني المؤثرين. مساكم الله بالخير متابعيني، انا حاليا في محل العطور وياي ارويكم منتجاتهم. بصراحه عطوراتكم قويه. ما على كامر، حاول تمدح اكثر، بالك اكثر. تفضل. تبي ابالغ اكثر؟ خيال. عطوراتكم خيال، نار، شرار. حاول بس لو تحلف لهم عشان يصدقونك، اقسم اقسم. تبع الحلفاء يصدقون اكثر صح. والله العظيم يا جماعه اقوى عطر، والله العظيم وقسما بالله والله العظيم اقوى عطر نازل في السوق يا جماعه. خلنا ارويكم الحين كم رشه عشان تصدق. الله الله على الريحه، الله. طال عمرك بس لو تطلع اصوات عشان يصدقونك اكثر. طلع اصوات وانا رشه ان شاء الله. شوف شوف الريحه يا جماعه. عطي صوت العنزه بعد. صوت العنزه؟ لا لا ارجع حق الخيل. الخيل احسن كله. ادفع له. ما عندك فلوس؟ خلاص ما عندك شيء يعني. المهم يا جماعه الحين بحط لكم حسابهم وسوي لهم فولو وتابعهم، يعطيكم العافيه. يلا حبيبي تامرني بشيء، انا لازم استاذن امشي. ها؟ بس باقي البخور بعد ما كملنا الدعايه؟ اي والله عذرني، انا اتوقع كفيت ووفيت معاك وعندي شغل لازم امشي بصراحه. لا هذه كي يديروها؟ تفضل. ايه وين قلت لي البخور؟ عندي صوت الخرتيت، الخرتيت. بالنسبه لهادشي اللي كاين في الفيديو راه ماشي كاملنا كنديروه، هذه للتوضيح فقط. مازال نتلاقاو مازال نتعاشقو، ولا تفارقنا قلوبنا ما يتفارقو، لي سوفينير بيناتنا يبقى. توا كيبكي ماما غيابنا يطول. مازال نبغيك، مازال في خاطري، ورزقك في عيني وعشقي سكري. مازالو ليكي بابك ريال.
دابا هي كتبكي وهو جالس كيضحك. يلا هادو هما الدراري، راه ما عندك ما دير، هادو هما الدراري. اش كيديروا مال هادو؟ واش كيقراو القران ولا كيفاش؟ لا تقول كيغني ولا كيقراو القران ولا ما فهمت هذا الدين. لكن تما دي هذا لا لا اخر تي هو شي لاخر اكيد يحرق في راسه. هادشي ماشي ديال الضحك. لا احد صحاب التيك توك وييه تو كيتلقوا ليك شي اغنيه حزينه والحب والغرام وكيديروا ديك البلو نوار وهادي مشاكل الله العظيم. الكوبل مع ثلاثه ديال الليل سالاو ليهم المواضيع وما لقاوش علاش يدوي. تخيلي ندير حديث ونتلا تبقى معايا ولا تخليني شبيبي واش بغيتيني نموت؟ والله العظيم ما كيلقاو ما يدار. تخيلي دابا نموت شنو غتكون ردة الفعل ديالك؟ تخيلي دابا نمشي ومشي مع واحدة أخرى شنو غادي ديري أنت وأنا غنمشي وما نقدرش نعيش بلا بيك؟ الله يعز النعمة ديال سيدي بطل. والله العظيم أنا شفتك في الزنقة وما زعمتش ندوي معاك. هي أولي بالعكس كون دويتي معايا هي فاش كتكون غادا في الزنقة كنت مشي ديرها هكذا متخنزره حتى شي واحد او كي غندير اختي تندوي معاك متخنزره في بنادم اللي كيدير هاد البلان هذا ينزل يقول علينا في لي كومونتير. فاش كتصاحب مع صاحبت اختك وكيقول لك صاحبك شوف ليا مع صاحبتها انت والمشكله دابا دابا البنت تقدر تقول لصاحبتها راه عجبني خوك ولكن الدري ما يقدرش يقول لصاحبو راه عجبتني اختك. فاش كتكون في شي عرس وكتقول لها في راسك هذول العظيمه كتشدك الشطحه كتمشي مع السوق والله العظيم اللي كتمشي مع الجوق يا اختي. والله لا في الحقيقه صعيب بزاف كان صعيب ما عرفنا ما نديرو فيه لا فيزيك لا مات العماده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله ما كان زعما تجبك كدرت واحد الدراما درت دراما زعما راه باش نقول ايوا بقيت نطلب فيه نطلب فيه ويقول لي سيري لا بدا كيقول لي صافي ما بغاش ايوا ما هادشي اللي طرا. هادي فكرتني غير في الايام ديالي ولكن انا ما كنتش كنقول له استاذ راه كنت كندير واحد النقله داكشي ديال بريزون بريك. الفلوس وسخ الدنيا انا طاحت ليا درهم زعما تكون هنا ناري نسخة كتقلب عليها فين هي ولا كطيح لك شي 10 دريال ولا شي حاجة ولا صحاب الجوانات دوك الطريفات كيطيحوا ليهم كيبدا يقلبوا عليهم بالبيلات. صحاب الجوانات كنشوفكم. لا ميتريس تاع الفرونسي قالت لينا ريوسكم سطولة وبقى فيا الحال. السلام عليكم مين الكمامة؟ مين الكمامة؟ تعال زيدو الكمامة تما تسمع عند الكمامة خلاص عاد عندك الكمامة زادة فم عندك الاخر توا ما يديرش الكمامة يلا لبس الكمامة اكيد سنانو لبس الكمامة تخرج فيا لبس الكمامة ما تحبط ما قلت له هذا الكمامة عاجيكم نطبقوا هذا القانون هذا انا غير اليوم الحد الهند سجلت 90,000 حالة في 24 ساعة. هذه فاش كتبغي تنسى المشاكل اللي وقعت لك في 2020. علي معايا زيد لا لا مول مونت السرعة والرجولة. هاد 2020 راه الله يستر مع الله يحفظ. ما تبغوا هذا؟ قولي لي كوتشانا وخلوني كوتشانا يا طاسي طاسي كلشي كيشوفي كاع مسوق شتي ملي توصل هاد المرحلة هادي عرف راسك راك شتي الصوت يا اللي في ماشي سكريت الله الله عاجي باش تحيد داك ستريس والاكتئاب وداك التخربيق ديال بحال هكا وتفكرني بس المافريكا بيه قال لي الطبيب عندي المافريكا بيه وفي العطش عندي المافريكا بيه يلا ما بغيتيش الخطر ها هو بس تقلب كاع تقعد
الوقت الدولي السماء والدولي السماء فوق هذا السماء وحق الله المعلم وبالحلوف وتتحلف وحق الرب وحق العلاوه هذا موفر مع الجوال وحق الرب المعلم كيف مكيف كيف ما مكيف تنقول لكم هذا الله كيف مبوق كيف مبوق كاينه ولا ما كاينه انا قصصت مع ملاك الموت انايا ملاك الموت قصصت معاه استغفرت الله العظيم وحق الله استغفرت الله العظيم على مالي تنكذب عليه وحق الرب علاش ما خصكش تكثر من الجوانات يا وين اصحاب الجوانات كنشوفكم سواني من صغرو دابا بغيت نقرا على راسي في الصوره ايوا عطاني لي تيزا لا هاد السيد هذا غيمشي بعيد هاد العام هذا مشات لي البيست فريند ديالي وتبليت وديما مستريسة وما تيقاش في راسي ثقة في النفس مشات لي ثقة في النفس مشات لي وتا ماما دارت لي بلان سير اختي الله يعفو عليك المهم هادشي اللي كان في هاد الفيديو هذا ما تنساوش ديروا لايك نتلاقاو في الفيديو الجاي تهلاو